ونرجع لشوربة القرع بالكريمة. المقادير على الشاشة، ازاي نعمل شوربة القرع بالكريمة. مقادير معانا: قرع عسلي، بصلاية ناعمة، فص توم. قرع عسلي، وده موجود على الطريق الزراعي وانا رايح على كفر الشيخ بلاقيه، بسم الله ما شاء الله الدنيا بتحسدنا عليه. سعره طبعا في متناول الجميع، بره ده سعره غالي جدا، يعني ممكن بينافس سعر الذهب والله لا. وفي القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا، ده اليقطين، الاكلات اللي هي من قديم الزمن. الاكله دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا وما فيهاش اي مشاكل صحيه، عندك سكر، عندك ضغط، عندك اي مش ما عندكش اي، ما تاكل منها زي ما انت عايز. حلو الكلام، واللب بتاعه مفيد جدا. حلو، فبنجيب القرعية حسب وزنها بنقشرها بالطريقه دي كده. اعلمك ازاي بتقطعيها، جزءك مثلا في البيت او بتشتري جزء منها لانها شويه بتبقى سميكه فعايزه شويه عضلات، سكينه زي دي كده وبتشيل القشره اهو عشان ما تعوريش ايدك اهو، وهي على البلانش اه، وتقطعيه كده وفي قلب الحل اه، نبص عليه مخرجنا الله يديك الصحه اه، ده القرع اه، شوربه اه. هتتقدم كده يا شيف، والله ممكن تنضرب في قلب الكبه ويبقى معانا تبقى ناعمه زي شوربه الطماطم كده بوريه، يا اما تقدميها زي ما هي. لو سالت الشيف المغازي انت بتحبها ايه، للامانه انا احبها بالشكل ده كده، اسيبها لغايه لما تتهري تبقى تفاصيلها باينه قدامي، لان شكل الانسجه والالياف بتاعه القرع العسلي فيها قدره الهيه. بصوا عليها كده، غير البطاطا، البطاطا لما بتستوي بتتهري، القرع العسلي لما بيستوي تفاصيله بتبان في قلب الشوربه، والميه بتاعته ما تترميش. الميه بتاعه القرع العسلي يا اختي يا امي يا خالتي يا عمتي يا كل اللي بيتابعوني، مش بطاطس بتسلقيها، والبطاطس كمان ميتها ما تترميش، نفس الميه دي تدخل في طبق الشوربه. حلو، او بتعملي بطاطس بوريه بتدخليها. طبعا هندخل دول كده نسلقهم مع بعض، احنا لسه معانا وقت، ده ما بياخدش وقت كتير في السوى، وانا عايز اقدمها للامانه بنفس الشكل ده كده اهي، شوربه القرع العسلي بالكريمه. طب امتى نحط الكريمه يا مغازي؟ سؤال وجيه جدا. بمجرد ما تشيلها من النار وهي بتغلي وهي في مرحله الغليان بالظبط كده، ندفع لها النار ننزل بالكريمه اللباني اه. انا هقفل الشوربه كده سريعا، شوربه القرع العسلي، شويه نشا، قليل من الحليب او الماء الدافي، تقلبهم جيدا واضعهم في الطاسه مع التقليب اه، قوام للشوربه اه، بس خلاص دي الشوربه بتاعتي جاهزه. انا والله ممكن في حاجتين، اضربها بالمضرب والقرع، شايفين التفاصيل بتاعت، مش محتاجه ليه اشغل مضرب عليها واحس ان انا بشرب بطاطس بوريه، انا عايز تفاصيل والخيوط والانسجه بتاعه القرع العسلي تبان في قلب الشوربه اه، مش هحط لها بهارات خالص، هم شويه قرفه وشويه فلفل اسود، شيل ده كده زي الفل تمام. ادي الفلفل وادي سنه ملح صغيره وادي القرفه الناعمه، تاخد قرفه يا شيف اه بقولكيش، ونقلبها كده ونصب الشوربه ونخلص منها، وتنزل عليها الكريمه اللباني في التقديمه وهي بتغلي على النار اهي. يلا عشان نخلص بسرعه اه، اللهم صل على النبي. الشوربه بتاعتي جاهزه اهي، ارفعها من النار يلا اهي، الشوربه الشوربه يلا اهي، انزل اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا شيخ، الله يبارك لك يابا، الله يبارك لك. لسه في تفاصيل، لسه تفاصيل معانا هنا يا فندم اه، كريمه لباني تنزل هنا كده يا ويلي، ديني يا رمضان. دي مشهوره جدا في المطبخ الاماراتي، اللي بوجه له تحيه كبيره اه، واسيبها. عايزه تزودي كريمه زودي حسب الرغبه، مفيش اي مشكله. طيب